مساء الخير على كل مشجعي مشجعات مهارات عظيمه. اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من حلقاتنا. ان شاء الله النهارده هنعمل مهارات يا رب تنول اعجاب حضراتكم. قلنا نعمل شويه اكل بقى، احنا يعني ايه الفتره دي فتره محتاجين شويه ندعم خضار وسلطات ورز وحاجات حلوه كده، لانه عايزه اقول لكل الولاد التعبانين حبايبي في دور كده برد منتشر، ربنا يشفيكم ويعافيكم يا رب. اقولهم طبعا ولادي واصحابهم كلهم، ملوكة ومريم وعلي وكل الولاد، يعني تقريبا ال 14 طفل تعبان من كل كلاس، دي مسألة صعبة شوية. دور كده بيجي شوية سخونة وبعدين بيبقى همدان ما فيهوش لأعراض للزور والأعراض للبطن. أحيانا في ناس يعني بعض الشر بيحصل معهم معاكات مع البطن، زي مثلا ابني وأخته ما جالهاش مثلا مع البطن، فالقصة دي خلوا بالكم منها، ادعموا قوي مناعتهم الفترة دي بحاجات مفيدة جدا. مهم يبقى في خضار، في بروتين، وفي سلطة، وناخد الفيتامين سي ونستمر عليه. فيتامين سي مع زنك ضروري، الفوار اللي بياخدوه ده علشان الفترة دي ربنا يسلمها معاهم، لأنها كمان فترة امتحانات، والولاد يا حبايبي يعني إيه الدنيا واخداهم. وطبعا أكيد أولياء الأمور أو الأمهات والأبهات طبعا كان الله في العون. أنا زيكم والله بقالي 4 أيام ما نمتش، بس يعني إن شاء الله خير. دعواتكم طبعا ليهم ولكل الأولاد التعبانين، وربنا يا رب يشفي كل مريض. اسمحوا لنا النهاردة، أنا قلت هعمل فاصوليا خضراء وهعمل شوية يعني فاصوليا باللحمة كده، ويعني سلطة بلدي حلوة، وطبعا كل اللي موجود عندنا من الخضرة أو الخضروات الورقية نحط جوه السلطة بتاعتنا تبقى جميلة. تعالوا بقى كده نقول مع بعض إيه إحنا هنبدأ نعمل إيه. أنا هبدأ أول حاجة أقول مقادير الفاصوليا. طبعا الفاصوليا الخضراء لو حضراتكم عاملينها ومخزنينها بالطريقة اللي إحنا اتفقنا عليها تمام، لو هتستخدموها فريش ماشي، لو هتستخدموها فروزن أو مجمدة تمام. عندي من اللحمة على حسب عدد أفراد الأسرة كيلو إلى ربع من اللحمة، معلقة سمنة، ممكن نستعيد عن السمنة تبقى زيت بس، ثوم مفروم وبصلة مفرومة، عندي 7 بهارات، وعندي فاصوليا خضراء، وعندي طماطم مفرومة بس منزوعة القشر، وعندي معلقتين صلصة، عندي مية، ولو في مرق يبقى أفضل، مرق مثلا لحمة أو إحنا سلقنا اللحمة وناخد المرق بتاعها ماشي، وعندي ملح وفلفل. طيب انا الوصفه دي عايزه اعملها بتكنيك النايف ني بالطريقه كده. يعني ايه؟ يعني هبدا كده مع حضراتكم نقول ان طريقه الطهي تبقى نوصل لاعلى مرحله نستفيد من كل الفوائد اللي موجوده في الخضار واللحمه، ولو احنا سلقناها او هي كانت مسلوقه للناس اللي بتحب تستوي وتحتفظ بالشوربه او المرق مفيش مشكله خالص، هنسلقها ونحط لها المنكهات بتاعتها وهنصفيها وناخدها نحطها في الخضار، بس في المرحله اللي هي ايه اللي هي قبل الاخيره، ما بنحطش اللحم بعد ما بيتسلق من الاول خلاص. طيب هبدا كده اقول بسم الله. انا سخنت هنا الحل قوي، هحط معلقه زيت وهنزل على طول البصل عشان ياخد حراره الايه الحله بسرعه، وبسم الله تمام كده، وهحط معاه رشة الملح ورشة الفلفل، وهنبدأ ننزل الثوم. الفاصوليا زي البامية بتحب الثوم، حطيت لها معلقة ثوم كبيرة تدي طعم، وبعدين هنزل اللحم اهو، هشوحه بقى تشويحة حلوة كده. بسم الله الرحمن الرحيم كده، وهحط هنا على اللحم ده، طالما اللحمه صغيره وبتستوي على طول يبقى تمام، رشه كده من الفلفل. اعملوا لهم بقى شوربات مغذيه، يعني مثلا عندنا لحمه سلقناها خدوا شويه من المرق واعملوا شوربه لسان عصفور او شعريه، اعملوا لهم قطعوا مع ممكن اللسان والعصفور ده والشعريه كسيايه واحده وواحده جزره، بطاطسايه صغيره يعني يبقى فيها كده، او لو بيحبوا بالفراخ مفيش مشكله، المهم يبقى فيه مشروبات دافيه وحاجات في النص بين الاكلات تساعد الولاد دول. المشروبات الدافيه مهمه، فوائد الفاصوليا كثيره على فكره. وهنحط كده معلقه صغننه من الكزبره، وهنا البهارات 7 بهارات، هي اصلا بيتقال على الفاصوليا دي حبوب فرنسيه او الفاصوليا الطويله أو الهشة، ليها كذا مسمى. ليها بقى كده إيه في عيد الشكر بالذات
الولايات المتحدة بيعملوها، وفي ناس على فكرة في اليونان أنا ليه كان أصدقاء بيعملوها سليمة، يعني يشيلوا الطرف والطرف يحطوها بطولها برضه بتبقى حلوة، وفي ناس بيحبوا يشقوها يعني تبقى بالطول تتشق كده اتنين ويقطعوها. أنا مع إن الخضار ما يتقطعش كتير عشان فوائده ما تروحش. بصوا كده اللحم شايفين أخد معانا فرق الصوت يا أولاد عالي قوي 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 ومتزركش يعني مديني ماشي أوكي. وطوا الصوت هدوه شوية لأن عامل ضخم ضخم. وناخد فريدة معانا هدوا الصوت إذا تكرمت. يا فرودي الو اهلا اهلا الحمد لله ازيك يا روح قلبي كويس يا رب دايما بخير وصحة وسلامة يا فرودي انا بحبك قوي وبحب كل الاكلات اللي انت بتعمليها يا روح قلبي ربنا يسعد قلبك يا فرودي تسلمين يا حبيبة عمري انت قوليلي عايزة اعمل لك حاجة معينة يا فرودي انا كنت عايزة السمك اللي من غير صوص الكرنش الفيليه حاضر وايه كمان بس كده بس كده من العين دي قبل العين دي سلمي على ماما كتير كتير يا فرودي قولي لها مرسينا خليتك تكلميني حبيبتي يا فريده حبيبتي ربنا يسعد ايامكم جميعا يا رب والله يعني محبتكم دي على عيني وراسي اوكي بس الصوت وحش قوي يا اولاد بعد اذنكم يعني عندكم خرفش قوي بصوا انا نزلت الطماطم على سخونيه الحله واللحمه خدت اتقفلت كويس قوي اتشمعت كويس جدا وبدات انزلها وهاخد كده مش عايزه بقى اسيبها تغلي كتير مش عايزه اسبكها هنزل الفاصوليا وهدي تقليبه ايوه الله يكرمكم يا حبايبي كده الطماطم دي انا ما حاولتش ان انا يعني ممكن تضربوها في الخلاط ممكن تبشروها وممكن بس شيلوا قشرتها خلاص القشر هو دايما اللي بيتعب وهاخد كده معلقه واحده بس من الصلصه للون الناس اللي بتحب شويه اللون يبقى سيكه كده انا طبعا ما حطيتش السمنه لكن اللي حابب يحط معلقه سمن تمام انا بعتبر ان وجود اللحمه نفسها في الوصفه كافي جدا يديني نسبه دهون صحيه كويسه فكفايه قوي معلقتين الزيت اللي حطيناه لكن اللي بيحب ما فيش اي مشكله خالص تمام انا بقى ايه هستنى وهي كده بس تغلي غلوه كمان وهزود ميه سخنه خالص ميه سخنه بتغلي او المرق اللي اتفقت مع حضراتكم عليه تمام وبعدين هناخد كده الكاتل يا رب يكونوا سخنوها لا مسخنينها شاطرين قطايط بس انا اول ما ادخل الاستوديو لهم يا قطايط انتوا فين صح ولا بقول لكم حاجه تانية قطايط كده طيب هبدا بقى ايه اسيبها كده خمس دقايق بس بصوا تاخد غلوه كده وخلاص وبعدين هبدا اضيف عليها الميه وخلوا بالكم التسويه ما تخلوهاش سوا كامل يعني هي هتستوي بس اعرفوا ان طول ما الحله سخنت وانا طفيت النار هي في مرحله تسويه هي عماله تستوي وعماله على السخونيه دي في تسويه فعشان ناخد بالنا منها وناخد معانا الاء من بني سويف اول حد يكلمنا من بني سويف ازيك يا الاء تحيه ليكي لكل اهل بني سويف حبيبتي حبيبتي ربنا يخليكي احبك الذي احببتيني فيه يا روح قلبي عامله ايه انا الحمد لله بخير يا حبيبه قلبي ممكن تعملي ملوخيه اللي هي ملوخيه بتسقط مني مش عارفه ليه بتسقط منك حاضر حاضر انت بتعمليها خضرة ولا اكياس ايه بتعمليها خضره بتخرطيها ولا بتجيبيها اكياس جاهزه لا بعملها خضره بخرطها طيب حاضر ممكن يا شيف معايا معاكي روحي اتفضلي انا سامعاكي ممكن عاوزه رقمك عايزه تقولي ايه عاوزه رقم حضرتك بصي هو انا للامانه ما بديش الرقم الخاص بحد بس انت لو ليكي طلب قولي للبنات هيوصلوا لي فورا وسيبي رقمك لو في حاجه هنرد عليكي من عندي ولعندي تسلمي يا حبيبه قلبي طيب بصوا بقى انا بالنسبه للملوخيه اللي بتسقط طبعا احنا لما بنعمل الملوخيه او بتتخرط بتبقى لازم قبل ما تنزل في الشوربه على طول ما ينفعش اعمل ملوخيه واسيبها في جنب خلاص دي اول حاجه ثانيا كميه الشوربه اللي تكون موجوده لازم تكون كميه مناسبه لكميه الملوخيه اللي انا هحط فيها وعشان كده دايما بقول لما عملناها قبل كده احنا عملنا الشلوله وعملنا الملوخيه الناشفه وعملنا الملوخيه الخضراء عملنا الثلاث انواع ممكن طبعا الاء تدخل تشوف الوصفه من على اليوتيوب
تعرفي احنا عملنا التكنيك بتاعها ازاي. هي بسيطه وسهله ما فيهاش حاجه. سيبي الشوربه الاول تكون اقل من الكميه المطلوبه، حتى لو انت عارفه انها قليله، سيبيها تغلي على نار، وبعد ما تغلي ابدأي نزلي الملوخيه وابدأي هدي النار شويه، ما تخليهاش تغلي كتير على نار عاليه، لان الغلي والقلب اكتر من مره هو اللي هيسقطها منك. دي اولا. طيب ناخد بقى معانا مين؟ محمد، اهلا وسهلا. من القليوبيه، اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بيك يا استاذ محمد، اتفضل. عامله ايه؟ الحمد لله، ربنا يبارك فيك يا رب. انا عايز اعرف طريقه الديسكو يا فندم، عايز اقول الف مليون مبروك للجيل الاهلي. الله يبارك في عمرك يا فندم، جزاك الله كل خير، تسلم. طيب هو استاذ محمد كان طلب طريقه حاجه ولا انا اللي سمعت غلط؟ ها يا حبايبي النجريسكو، حاضر من عينينا. بصوا بقى بدات تغلي غلوه اهي، هروح ضايفه الميه السخنه. خلاص بسم الله. او المرق، اوعوا تضيفوا ابدا مرق بارد على اللحم وهي بتستوي. خلاص هعمل كده شويه ويلا بينا. وطبعا انا ايه، خلوني احط رشه من الملح بس عشان اظبط الملح بقى بعد ما خلاص قلبنا اللحمه وكله تمام. وتاتش خفيف من الفلفل بس كده، واحنا حطينا من السبع بهارات تاتش برده مع اللحمه. اللحمه مجرد ما تشربت التوابل هتدي طعم في الطبخه بمجرد ما تغلي مع الصوصات الموجوده. هسيبها بقى كده على نار هاديه تاخد وقتها شويه. ومعانا مين؟ معانا ريحاب من الجيزه. اهلا يا ريحاب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ الحمد لله حبيبتي، ربنا يبارك فيك يا رب. انا مبسوطه قوي ان انا بكلم حضرتك، اول مره اتكلم في برنامج يعني. يا حبيبتي ده شرف ليا على راسي من فوق والله يا ريحان. انا كنت شفت حلقه التوابل اللي حضرتك كنت عملتيها. ايوه، بس انا مش عارفه اجيبها من على اليوتيوب. ليه؟ احنا منزلينها مقاطع، حتى بنشكر طبعا بتوع السوشيال. عامل حضرتك اكتبي توابل مثلا السمك للشيف عظيمه قناه الاهلي، هتطلع لك لوحدها. اهم حاجه حضرتك تسيرشي بالمصطلح. يا حبيبه قلبي تسلمي لي، جزاكي الله كل خير، ولو ليكي اي طلب في اي حاجه من عندي ولعندي. شكرا ليكي يا ريحاب. احنا طبعا بنشكر برضو اصدقائنا في السوشيال فوق، لانه اللي ماسك موضوع السوشيال حقيقي ناس بتساعدنا كتير ان نسهل على حضراتكم تلاقوا الوصفه. وانا بحاول قدر الامكان ما تنتهيش الوصفه الا بنهايه السيجمنت عشان ما تعبهمش اولا طبعا، وثانيا انه تقدروا تلاقوا الوصفه كامله من الالف للياء فتبقى مريحه لحضراتكم وبرضو ما تاخدش وقت كتير. فاسمحوا لنا دلوقتي، انا غالبا احنا هنستعد للاستراحه وهنطلع الاستراحة، ونرجع بعد الاستراحة نعمل سلطة بلدي جميلة حلوة نقدر نعززها بحاجات كتير هنتكلم عنها وعن فوائدها بعد ما نرجع من الاستراحة. في انتظار حضراتكم. رجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الاستراحة، هنعمل كده سلطة لطيفة نشوف أخبار الفاصوليا إيه. بصوا جميلة والله، برضو الخضار ده في البيت بيدي كده إحساس كده، عارفين إيه، جميل بالدفء كده. ها اما تدخلوا تلاقوا روايح البيت حلوه، اهم حاجه بس نغير روايح البيت بعدها عشان ببقى عارفه ان ناس كتير بتتضايق من الموضوع ده، صح؟ بالذات الرجاله، صح؟ يا فندم بتتضايق جدا؟ اه الريحه دي بتبقى ساعات احيانا، بس هي بتدي وقت ما هي بتطبخ بتبقى جميله جدا، حلوه قوي على قلبكم. تيجي تقفوا في المطبخ وتلقطوا يمين تمام على قلبكم، لكن بعد ما تخلص تمام ماشي. بصوا الفاصوليا خلاص انا هطفي عليها كده، الفاصوليا تمام. لازم واحنا بناكلها تدي، لا لازم تدي السنه دي. هتستوي بقى اول ما هطفي، بصوا كده اول ما اطفي هسيبها هتبدا تهدى. إيه لو فيها لسه سنه صغيره هتلاقوها تمام. هناخد معانا حبيبتي ام اسلام. صباح الفل حبيبي تاني. يا روح قلبي عامله ايه يا حبيبي؟ الحمد لله يا حبيبتي. انت عامله ايه وحشاني؟ وانت قوي اكتر. ربنا يبارك لك يا حبيبتي. بس ما بيني امين يا روح قلبي امين. افضل من الاكلات عندي بجد هي الفول. اه شفتي انا بعرف الحاجات المستخبيه ازاي. عارفه بقى، واخر حاجه يعني اخر غلوه. ايوه بروح احط لها كده فصين ثوم منين. الله الله، بتحطي معاهم شويه كزبره ولا من غير؟ لا من غير. بس بحط لها اخر غلوه. ايوه يعني الثوم الني ده بيوديها في حته ثانيه خالص. انا بعمل كده في القلقاس بصراحه، لكن في الفاصوليا ما بعملش كده. بس يا سلام بقى على محبي الفاصوليا، ايه تطلع طعمها حلو؟ هتطلع طعمها رائع رائع. يا روح انا هجربها بس من ايديكي. ايه رايك؟ على شرط اكلها من ايدك عشان تطلع حلوه. حبيبه عمري قدها وقدود والله، ربنا يديك الصحه والعافيه حبيبه عمري. حبيبتي ام اسلام والله نورتينا وشرفتينا وبسعد بسماع صوتك كل يوم. اسمحوا لي هقدم بقى الفاصوليا
الخضره الجميله دي. بسم الله. بصوا بقى، وانا يعني كل ما نميل ان احنا عايزين بقى تسبكوها حلو، عايزين الطاجن ده يطلع متسبك بقى على ذوقكم قوي، يبقى الصوص بقى كده. الناس اللي تحب الحاجات المصلصله خدوها حطوها في الفرن من اولها لاخرها. انا بعمل كده في الباميه، لانه الباميه ما بتطلع كده متسبكه حلو بتبقى روعه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فعايزه اقول لكم الطاجن ده بيطلع بنسى امره. اولا بيطلع صحي جدا، لان هو في الاخر معمول في الفرن من الالف للياء، تمام؟ وبيصلصل في الفرن وبيطلع كده حاجه ما شاء الله رائعه. هسيب لمحمد كام واحده في الحله بس بامن الولد.